اخواتي، مرحبا بكم في القناه. ما تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد الحرشه كتجي رائعه وزوينه بزاف. حرشه ديال المكسرات نديروها في الفران، كتجي زوينه بزاف. المقادير هما هادو بساط، ببيضه واحده ممعده غير بيضه، هاد واحد كاس ديال الياغورت طبيعي. انا المهم اخترت طبيعي مسوس، تقدروا ديروا خلفي داك الحلو. عندنا واحد ملعقه كبيره ديال مربى، اي مربى عندكم ديال البرتقال اولا ديال المشماش. عندنا هنا نص كاس ديال الزيت، نصف كاس، كاس ديال الحليب، كاس عامر، وعندنا نص بالنسبه للسكر ما كثرتوش، المهم كاس الى ربع. بغيتو السكر زيدوه، مهم على حسب كل واحد الحلاوه اللي باغي، ما تعمروش بزاف غتجي حلوه بزاف. عندنا هنايا مكسرات بتلت زين، خلط اللوز، كاوكاو، كان عندكم الزبيب حتى هويا، اكاجو اللي عندكم. المهم تهرمشو هكا بالموس، موس كبير اولا تقطعه كيتهرمش. عندنا واحد خماره 8 غرام، بالنسبه للسميده الرقيقه هي هادي. قد نحتاجو هنايا جوج كيسان ديال السميده، نص غادي نعبر بهاد الكاس نيت، المهم العبر واحد، ما غاديش ناخذو كاس اخر كبير اولا صغير، دائما تعبروا بنصف كيسان باش كتعبروا مقادير اخرى. دعوا البركة الله. دابا غنخلطو غير بهادي، نخلط يدوي بيضة، كنديرو الزيت، السكر، نخلطوهم مزيان، الزيت والسكر والبيضة، خلطناهم مزيان. بالنسبة للنكهة تقدي ديرو فاني أو قشر الحامض، البرتقال، حتى هاد المربى، إلا مكاينش مربى ماشي ضروري، تقدرو ديرو أي حاجة، فاني. خلطو مزيان، ياغورت هدا بسوس أولا فيه السكر، راه سريعة أخواتي دغيا دغيا، ساهلة. كنديرو الحليب، كاس الحليب، ناخدو السميدة نعبرو بهاد الكاس، كاس الاول اخواتي كما كتعرفوا السميده راه كتشرب من بعد، زيد كاس اخر خلطوها بعدا. زيد كاس ثاني، ندير واحد الخماره، تقريبا هنايا 8 غرام، يعني تقد تكون واحد الملعقة كبيرة ديال الخميرة. نخلطو مزيان، كما كتشوفو اخواتي الخليط هو هذا، راه كتشرب السميدة. دابا غناخدو المول اللي غادي نديرو فيه هاد الحرشة، كناخدو المول اللي غنديرو فيه هاد الحرشة، كندهنوها بالزيت وكنديرو السميدة بحال شكل ديال الكيك دقيق، سوسو داكشي اللي كيبقى ما كتروش بزاف. بعد ناخذ الخليط، شفتو راه كيشرب، ها هو حتى انا غير شويه شرب. بغيت ناخذ هاد الخليط هذا ديال المكسرات نديرو الفوق، دابا غندخلها الفران. دابا راه سخون، سخنتو مزيان، وغادي نخليها على 180 درجة، طيب من التحت ومن بعد طيب من الفوق، نتلاقاو من بعد تشوفو الشكل النهائي ديالها. أخواتي كما كتشوفو منين طابت دابا راه سخونة، المهم كتنفخ، كيتحمر الفوق ديالها كيجي زوين كما كتشوفو. دابا غنخليها حتى كتبرد،
ونحيدها من المول، وتشوفوا الشكل ديالها كي كيجي من الداخل. تقدروا تدهنوها بالنباج من الفوق، او المهم او المربى كيكون سائل باش تعطي ديك اللمعه. خليها حتى كتبرد ونرجعوا من بعد. اخواتي ملي كتحيدوها من المول كما كتشوفوا راه كتجي محمره، راه كتنفخ، تجي رطبه. هانتوما دهنتها بمربى تيكون سائل او لا ناباج، المهم كتجي على هذا الشكل، هذا محمره، كتجي رائعه اخواتي. المهم قطع تشوفوا الشكل ديالها كيجي. ثم اخواتي كما كتشوفوا كتجي الشكل ديالها هو هذا. ثم كتجي رطبه رائعه. نتمنى اخواتي انها تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه وتبارطاجوا الفيديو مع الاخوات ديالكم. مع السلامه، بصحه وراحه.